وهؤلاء المواطنون يراجعون هذه الشركة لأخذ مستحقاتهم، فشركة الأرض الزرقاء لبيع السيارات بالتقسيط لا تزال وبحسب المسجلين عليها تماطل في إرجاع وصولات تسجيل السيارات، فضلا عن تأخرها في تنفيذ ما وعدت به. جينا سجلنا بهاي أرض الشركة الزرقاء، أرض الزرقاء، ويوميا باشر تعال عقبة تعال، سيارات ماكو، صار 6 شهور وأكثر من 6 شهور، ونروح للمصارف، المصارف تقول شركة وهمية هاي، إيش وردكم وياها؟ يعني تخيل هو شخص جاي للتقسيط، الغاية من عندها إنه يريد ياخذ يوص ياخذ ياخذ فشي فالسيارة يعيش من عندها. زين انتم تجون على الطبقه المتهالكه، على الطبقه التعبانه، على الطبقه الكاحده، تجون تاكلوهم؟ من جانبهم اكد القائمون على شركه بيع السيارات انها تعاقدت مع الجمعيات الفلاحيه من اجل ترتيب القروض مع المصارف لمنح السيارات للمواطنين، فيما تنفي جمعيه الفلاحين تعاقدها مع اي شركه في هذا الخصوص. هذه تسجيل سيارات عن طريق الجمعيات الفلاحيه. ننطي رسم للجمعيات الفلاحيه 300 دولار، 125 للاتحاد العام، و200 دولار الى اتحاد بغداد. احنا الوصولات مالتنا هي 500 دولار. ال 500 دولار توزعت 300 دولار لاتحاد جمعيات فلاحيه، وهذه كتب رسميه. ما يقال ان هنالك تعامل مع اي منظمه سكانت الارض الزرقاء والبيضاء او الصفراء او اي تسميه ما شاء، شركات او منظمات، انا عفوا، واذا كان الشركات ايضا، نحن كاتحاد عام جمعيات الفلاحين لدينا عقود مع شركات معلومه ومعروفه وبعقود رسميه. اما لجنه النزاهه النيابيه فاكدت ضروره متابعه هذه الشركات واخضاعها للقانون. بصفتنا في لجنه النزاهه وهيئة النزاهة يجب متابعة هذه الشركات الوهمية التي تضلل الشعب العراقي وتحاول تسرق أموال أبناء الشعب العراقي. يجب التصدي لهذه الشركات بقوة ومحاسبتها. عدم وجود رقابة على تلك الشركات التي بات انتشارها أمرا سهلا لتمارس الاحتيال على المواطنين بصورة مختلفة، أمر يعده المتابعون إخفاقا حكوميا في معالجة هذه الظواهر، خاصة وأن أكثر تلك الشركات تزاول عملها منذ عدة سنوات. مهند رفعت، السومرية.